هذا وبحث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القادة الأعلى للقوات المسلحة العلاقات الأخوية بين البلدين ومجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء الذي جرى في قصر الإمارات بأبو ظبي رحب سمو ولي عهد أبو ظبي نائب القادة الأعلى للقوات المسلحة بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى بلده الثاني دولة الإمارات، معربا عن اعتزازه بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. واستعرض الجانبان مسار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية. وتناول اللقاء تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن بلق اعتزازه بعمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وما وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من مستوى رفيع في المجالات كافة، مثمنا جلالته الدعم المتواصل لدولة الإمارات وموقفها المشرف إلى جانب مملكة البحرين وشعبها. وأشاد جلالة الملك المفدى بالدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد ملك البلاد المفدى حفظه الله تضمن مملكة البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مصالحها. من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والتي تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي بما ينعكس خيرا على جميع الشعوب المنطقة. وشدد سمه على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون الثنائي بين البلدين وفي إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لشعوب دول المجلس، إضافة إلى مواجهة مختلف التحديات الراهنة. هذا وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدوبة إفطارا تكريما لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.